يوم واحد مع موظفة المناطق السكنية في بكين. معنا يوي جوان جوان، وهي موظفة المناطق السكنية. اليوم قبل الدوام عليها أن تذهب لحل مشكلة يواجهها السكان، لذلك تستعد للخروج من البيت مبكرا جدا. كيف تذهبين إلى العمل كل يوم؟ سيرا على الأقدام؟ إذا لابد أنك تعرفين المنطقة بشكل جيد. أعمال موظفي المناطق السكنية معقدة جدا، منها أمور كبيرة مثل نظافة البيئة والبناء الثقافي والوقاية من الحرائق والخدمات الطبية ورعاية المسنين، وأيضا هناك أمور صغيرة مثل خلافات الجيران، كل ذلك في نطاق المسؤوليات. باختصار، أينما يواجه السكان صعوبات يمكننا رؤيتهم هناك مثل الآن. لا أعتقد أن هذه مشكلة كبيرة، لماذا تأتين في وقت مبكر ولا تتعاملين معها أثناء الدوام؟ هذه محطة أعمال لمنطقة داشلان السكنية التي تعمل فيها يوي جوان جوان، وتتواجد هذه المحطات في كل المناطق السكنية في الصين. ومحطة الأعمال هذه لم توفر للموظفين مكان عمل فحسب، بل أيضا سهلت على السكان حل المشاكل في أسرع وقت. بعد الوصول إلى المكتب صباحا، أول شيء تفعله هو التعامل مع طلبات السكان على النظام. ما نوع المشاكل التي تتعاملين معها؟ عند التعامل مع هذه الأمور، هل تواجهين أي حالات طارئة؟ الأمور التي يقوم بها الموظفون في المناطق السكنية كثيرة جدا، لذلك لديهم اجتماع كل صباح لمناقشة هذه الأعمال. في الوقت الذي تجتمع يوي جوان جوان مع زملائها، دعوني أخذكم لرؤية مناطق تيشو سيدي السكنية. تيشو سيدي هي منطقة سكنية تتألف من البيوت ذات الطابق الواحد، وتغطي الخدمة للمناطق السكنية مساحة بقدر 120 ألف متر مربع. يعيش هنا أكثر من 1500 نسمة، معظمهم من المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً. بناها. هنا يوجد العديد من المباني القديمة، لذلك فإن أعمال الموظفين في المناطق هنا تتعلق بتجديد المدينة القديمة وكيف يجعلون حياة السكان أكثر راحة ورفاهية دون إلحاق الضرر بالمبنى الأصلي. هذه القضية يفكرون بها دائماً. نهاية كي
بعد جولتي بهذا الزقاق كثير حبيت صراحة المناظر بالمكان، وحسيت في نكهة حياة قوية جدا، الناس هون كلها بتعرف بعض وبتحكي مع بعض والأجواء كثير حلوة. لكن بالفعل لاحظت إنه المنازل جدا قديمة، الطرق كثير كثير ضيقة، والأعداد الناس عن جد كبيرة. فأعتقد أو هلا تأكدت إنه العمل اللي بتعمل الأخت هي أبدا مش سهل، وفيه أشياء كثير معقدة. عندما عدت إلى محطة الأعمال كان الاجتماع الدوري قد انتهى. تقوم يويا جوان جوان مع زميلتها بالجولة التفقدية في المنطقة المسؤولة عنها. تقوم بمثل هذه الجولة التفقدية كل يوم لمعرفة مطالب السكان بشكل أفضل وللتخلص من أخطار السلامة مسبقاً. اللي لاحظته انه شخصية الاخت يويا العفوية والقريبة من قلوب الناس جعلتهم يحبوها ويثقوا بعملها اكثر. المكالمة كانت من المصمم. قد أخذت يويا جوان جوان موعدا معه اليوم لتصميم بستان صغير للمنطقة السكنية. لم أتوقع حقا أن تحويل بضعة أمتار مربعة أمر معقد بهذا الشكل، حيث أنه يتعلق بقضايا عديدة كالأمن البيئي والمناظر الجميلة الخضراء ومعدات الترفيه وغيرها من القضايا. إن تصميم بستان في مثل هذه المساحة الصغيرة ليس بأمر سهل. قد ناقشت يويا جوان جوان مع المصمم خطة التصميم لمرات لا تعد ولا تحصى. لم أعرف حتى اليوم أن الزخرفة والزينة التي نراها في المناطق السكنية هي مصممة بكل هذه الدقة. منازل موظفين المناطق السكنية تكون عادة قريبة من مكان العمل، لذلك يعودون إلى المنازل لتناول الغداء. ولكن في حالة وجود أعمال كثيرة تقوم المحطة أيضا بإعداد الغداء لهم. هل يساعدك زملاؤك عادة في توصيل الوجبة عندما تكونين مشغولة؟ تجمعك علاقة جيدة معهم. اليوم تقوم يويا جوان جوان وزملاؤها بتنظيم فعالية ممتعة للسكان.
موضوع فعالية اليوم هو تصنيف النفايات. يا جنجن وزملاؤها لم يشرحوا بالتفصيل للسكان مبادئ تصنيف النفايات فقط، بل قاموا أيضا بتخطيط نشاط لعب للجميع. تعمل الصين على تعزيز تصنيف النفايات، حيث تم تنفيذ تصنيف النفايات المنزلية بشكل كامل في 297 مدينة صينية. هذه النتيجة لا يمكن فصلها عن جهود موظفي المناطق السكنية. مثل هذه الفعالية يمكن مشاهدتها في كل المناطق السكنية الصينية. يقوم موظفو المناطق بتحويل الأنشطة الدعائية المملة إلى أنشطة رائعة وممتعة. وكيف وجدتم هذا المكان الرائع؟ هذا يعني أنكم قمتم بإعادة تصميمه بأنفسكم؟整个的腾退呀，以及相应政策都已经取消了，所以我们也是为了把腾退后这部分居民他的幸福指数提升上来，把这改造完了呢，用于居民服务，居民的生活娱乐都在这里边。而且这样，现在居民对我们的工作各方面都比较支持，确实也是以心换心嘛，拿心对待每一个人类，每个人会有相应的回报的，自己努力自己的是剩下留给时间。 لقد انتهى عمل اليوم. بعد عودتها إلى البيت، هناك شيء مهم يجب لليو جوانجوان القيام به. على الرغم من أن يو جوانجوان مشغولة في العمل، لكنها لم تهمل رعاية والدتها. فالتحدث مع والدتها كل يوم هو أمر لا غنى عنه. أنت مشغولة، فمن يصطحب والدتك إلى المستشفى؟ يا خالة، هل تتحدث يو جوانجوان معك عن عملها؟ بعد ما قضيت يوم كامل مع الأخت يو، تذكرت مثلنا الشعبي اللي بيحكي الجار قبل الدار، لأنه شعرت الأخت يو عم تبذل جهد كبير، مش بس لأنه هذا عملها، بل لأنه هي بتكن لهذا المكان، للناس اللي عايشين هون مشاعر حب واهتمام، وهم هون زي العيلة. أنا كتير سعيدة أني تعرفت على هاي المهنة بالصين، لأنه من خلال إقامتي بالصين من أكثر الأشياء اللي لفتت نظري اللي هي الكفاءة بالعمل، التنظيم والسلاسة. وبكل يوم بالتفاصيل الصغيرة عم بشوف التطور والتغيير، واليوم تأكدت إنه هذا التغيير ما إجا من فراغ، بل إجا من الجهود اللي عم ببذلوها في كل مكان. وهيك بيكون يوم موظفة المناطق السكنية في بكين. بشوفكم بيوم جديد مع شخص جديد. سلام.